السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حسين الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك. أهلا وسهلا سيدي حسين. الله يجزيك بخير الدستق على البركات. فرحنا في هذا البرنامج. بارك الله فيك. بارك الله فيك سيدي حسين. حفظك الله ورعاك. سمعوك الله. أنا كنحس بالرحمة. بارك الله فيك الدستق على البركات. أعزك الله سيدي. أعزك الله خويا الحسين. بغيت كنشكرك على بنت عليا مع ولدي الله يرحمه. راه كفى ليا في شعبان في هذا الشعبان. الله يجزيك بخير. الله الله الله. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. عندي 29 عام. الله الله. لا إله. وباش أخويا مات لك سيدي الحسين؟ لا عنده غير واحد الذي في الداخل في الراس مريض مرض النهار نهار ثلاث أيام مات كيموت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وكيشهد ولا إله إلا الله يقول محمد رسول الله كيموت بين يديه وكيشهد. الله سعداته سعداته أخويا سعداته. وكيضحك كيقول لي با نتلاقاو في الجنة هكا. الله 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 يلحقنا به مؤمنين. الله يلحقنا به مؤمنين. هنيئا له هنيئا له. لا اله الا الله. تعالي معاوتعالي مع والدي راه ماتوا كاملين. الله يرحمهم جميعا. وتعالي مع ولادي هادو اللي باقي عندي الله يرحم ليك ولادي. الله يجزيك الله يحفظهم ليك الله يحفظهم ليك بخير. الله يحفظهم ليك اجمعين اخويا الحسين. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. حفظك الله اخويا الحسين. كنشكرك وعزك واعزاؤنا فيما فقدت واحد. الله يرزقك الصبر ديال الانبياء والمرسلين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هاد الشاب ملي توفى اصعب اصعب وفاه هي فقدان الاولاد. الوالدين صعب تفقد الوالدين خصوصا الام. اذا ماتت ام ابن ادم نادى مداني من السماء ماتت التي كنا نرحمك من اجلها تعمل صالحا نرحمك من اجله. الوالدين فقدتهم فقدتي المظله فقدتي الرحمه. ولكن اخطر من فقدان الوالدين هو فقدان الاولاد. هذيك الكبدة كتشوى كيشعر الإنسان بأن طرف من الكبدة ديالو قطع وكأنه شعر بالحزن العميق. فقدان الأولاد صعيب أما فقدان الأحفاد هو أصعب وأنكى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يتنزه في ملكه ويفعل ما يشاء. لكن سي الحسين هذا المرض اللي مات به الوليد ديالك نزيف داخلي هو راه غير سبب. راه الأجل ديالو انقضى. راه ما كاينش الموت. راه غير الاجر كينقضى. كل واحد عطاه الله عطاه الله تعالى واحد المده زمنيه وكتبها ليه يوم كان في بطن امه. كلنا جميعا مرينا بالمنزل الاول اللي هو منزل بطن الام. ولما كنا في بطن الام الله تعالى بعث لنا ملكان قال فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابه اربع كلمات اجله ورزقه وشقي او سعيد. فالاجل مكتوب. راه ما نقولش شي واحد مات بكورونا بحدث السير وقع لي نزيف داخلي سكته قلبيه هذا كله غير اسباب. قتل كيف قدر قدر مقدر من الزمن. وحنا حتى واحد فينا ما عارف كيفاش غادي يموت رغم هذا الشيء مقدر ومكتوب رحمه بضعفنا. وربي سبحانه وتعالى جعل داك الوفاه تاع البغته في مقام الشهاده. هذا الابن ديالك بعد الحمد لله هنيئا له. انت معنقك وكيقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. السي الحسين راه قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. حتى بعض الصحابه قالوا لي يا رسول الله وان سرق وان زنى. قال وان سرق وان زنى. حتى قال لهم رغم ان في ابي هريره سبحان الله العظيم غير مجرد قل لا اله الا الله من قالها في الايام العاديه. اما من قالها عند الاحتضار وقال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا راه يغمض عينيه. قال لك راه من القبور إلى القصور. من اللي كيخرج من حر الدنيا راه غير الجثة كندفنوها. أما الروح كتصعد مباشرة إلى القصور. أي نعم كتمشي للبرزخ عندها غير ليلة وحدة. يتوقف الزمن الليلة الثانية كتحل عينيها كتلقى راسها في القصور. ربي كيناديها كيقول يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سعداتو سعداتو. احنا شكون اللي ضامن لنا غنقول هذه الكلمة ديال لا إله إلا الله؟ شكون اللي ضمنها؟ الصالحين كيقول لك أنا نضمن كل شيء أنا قادر نضمن كل شيء.
ولكن ما نقدرش نضمن حسن الخاتمه، ما نضمنهاش، حتى واحد فينا ما يضمنها. إذا كرمنا الله وبغى بنا الله خيرا، تكون آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاد الوليد ديالك السيد الحسين سعداته، ربي عز وجل أعطاها له، هنيئا له، هنيئا له، ربي بغاه، هو اللي أعطاه، هو اللي خاضه، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. هو كيضحك معناها السيد الحسين يرى مقامه في الجنة، يرى مقامه، رأى العائلة اللي سبقوه في الإيمان والأحباب رغم كلهم في انتظاره، ويضحك لما يرى مقامه في الجنة. فأكيد خويا غتحزن لأن الفراق ما سهلش، ولكن فين مشى هاد الشاب؟ مشى لشي قارة ثانية، كوكب آخر؟ لا، مشى عند رب العالمين، مشى عند الرحيم الكريم. فهنيئا لكم، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله تعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يكون عريس يوم القيامة، ويحضرنا الله في عرسه في الدار الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يحفظ لك بقية الأولاد، ويقر بهم العيون، ويطيل لهم العمر. وأسأل الله تعالى أن يرحم الوالدين، ويسكنوا فسيح الجنات. راه مشى الوليد ديال دابا الآن، راه جالس مع والديك في عالم البرزخ، كيجتمعوا بعضياتهم الأولين والآخرين، وينظرون إلى حال أهل الدنيا، إلى القوا في الطاعة والعبادة، يقول بشرى لكم، ويلقاهم مغيرين ومضرورين، عاد كيحزنوا. زيد أخويا في الصلاح، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وما كان غير الخير، راه ربي عز وجل كل أفعاله خير، لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. بارك الله فيك أخي الحسين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة